الله وبركاته، ازي حضراتكم؟ يا رب تكون بخير. معانا درس جديد وفكره ذكوريه جديده، تابع معانا. ازيكم؟ في كده عملنا دوائر بغطا بستله، غطا جردل، عملت دوائر كده لو حضراتكم شايفين، دايره جنب دايره جنب دايره، ودايره تحت دايره تحت دايره. بعد كده قسمنا الدايره ديت، هي الدايره كلها عامه 30 سم، قسمناها 15 سم، وحددت قلم في النص هنا، عملت نقطه في النص اهو، ده على اساس النقطة الزاوية النص متصل بالظبط، وهنا 15 سنتي وهنا نقطة 15 سنتي، حددت وخدت خط لحد الآخر. طب معانا تلات تنفيذ.
شايفين ده الشكل النهائي لعمل ال 3D. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد ان شاء الله.